هذا وكان فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة قد قام والوفد المرافق هذا اليوم بزيارة إلى متحف البحرين الوطني، وذلك على هامش زيارة فخامته لمملكة البحرين، حيث كان في استقبال فخامته الشيخ هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون، والشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف والأثار بهيئة البحرين للثقافة والأثار. وخلال الزيارة تجول فخامة رئيس جمهورية صربيا والوفد المرافق في أقسام متحف البحرين الوطني، حيث اطلع بداية على معرض فنون من العالم الإسلامي، وهو المعرض الذي افتتحته الهيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن الإسلامي. وشملت جولة فخامة الرئيس الصربي زيارة لقاعة المدافن التي تسرد تاريخ تلال مدافن دلمون، وهي حاليا مسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، إضافة إلى قاعة دلمون التي تحتوي على مقتنيات ومكتشفات أثرية من الحجارة والمعادن والأحجار الكريمة تحكي قصة هذه الحضارة وتاريخها الذي يعود إلى أكثر من 4000 عام. كما زار فخامته قاعة التقاليد والحرف اليدوية، وهي قاعة تعكس غنى ثقافة البحرين وتحكي عن أساليب الحياة المختلفة كالحرف والملابس والبيوت التقليدية.